مشكورا سيد عبد المجيد تبون في كلمته التي بعث بها الى اتحاد المجالس منظمه المؤتمر التعاون الاسلامي الى ان الجزائر بامكانها او تستضيف او تريد ان تكون حاضنه لمؤتمر لمؤسسه تحمي البلد وتحمي العالم العربي والعالم الاسلامي في امنها الفكري. لماذا؟ لأن الجزائر بإمكانها أن تفعل ذلك بوسطيتها، باعتدالها، بمنهجها الذي ورثناه عن سلفنا، ولم نكن في يوم من الأيام من المتطرفين، بالعكس كنا ننشر السلام، والجزائر رفعت من أجل السلام والعيش معا، وأصبح 16 ماي يوم عالمي يحتفى به لأننا أمة تاع سلام. لا شك أن الجزائر لها آليات ولها أذرع بإمكانها أن تنشر الفكر الصحيح.